أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وهذا اللقاء الخاص مع المدرب منتخبنا الألماني سيتكا. هل تعتقد بأن اللاعبين العراقيين الآن لديهم الإمكانية في أن يصلوا بالمنتخب إلى نهاية كأس العالم؟ أو عموما يعني الكرة العراقية هل تملك هذه القدرة على الوصول إلى كأس العالم؟ منذ شهر آب الماضي، وهو التاريخ الذي بدأت به هنا، لقد سنحت لي فرصة التدريب أو المشاركة في المعسكرات التدريبية المتعددة التي أجريناها مع الكثير التي شارك فيها الكثير من اللاعبون، ليس فقط اللاعبون الأساسيين الذي يعرفهم الجمهور العراقي وهم هوار ويونس وغيرهم أو نشأت أو غيرهم، بل كانت لي الفرصة أن أتعرف على لاعبين ناشئين جدد ومواهب جديدة مثل سعد وإبراهيم الذي لم يكن يعرفهم الجمهور بصورة كبيرة، والذي يدعمون الآن المنتخب الأولمبي في مواهبهم. وقد قمنا باختبار لاعبين جدد أيضا من هؤلاء اللاعبين الشباب الذي قدموا إلينا في مباريات ودية كما حدث مع الكويت. ومن هذا الكم الاحتياطي الكبير الذي لدينا هنا على ساحات الملاعب العراقية وعلى ما شاهدتهم، إنني أعتقد لو عملنا بجدية فإننا سنحصل على منتخب جيد قادر أن يمثل العراق في المواقف الدولية. وطبعا أهم شيء كما تعرف، يجب أن أيضا تتوفر الظروف الملائمة لمثل هذه الاختبارات ولمثل هذه المعسكرات، وهو الدعم الكامل من المسؤولين في الاتحاد العراقي لكرة القدم وكل من هو مسؤول عن الجانب الرياضي في العراق. ولكن يجب أن تكون رؤية ليس فقط كما نقول على الرؤية المدى البعيد، لأن المدى البعيد هو الحاضر لدينا، ويجب أن نبدأ هنا نأخذ أيضا دائما الحاضر بعين الاعتبار بأننا نريد أن نقدم هذه العروض الجيدة بداء من الآن وليس بعد فترة طويلة جدا. وأقول من جديد، علينا أن نتغلب على المنتخب اليمني. هل برأيك هل ستعتم تغيير الخطط التكتيكية للمنتخب العراقي؟ هل تعتقد بأنك عملت تغيير كبير، وهل استجاب اللاعبون لهذا التغيير حسب رأيك؟ ليس لدي ما هو لاعبين قدامى ولاعبين جدد أو لاعبين ذو خبرة ولاعبين قليل القدرة، بل أنا أنظر إلى في هذا المنظار أنه لدي لاعبين جيدين جدا ولاعبين جيدين. يتوجب علينا أن نلعب كرة سريعة أكثر سرعة أكثر حركة وحيوية. أريد أن أقول أنه يتوجب علينا نقل الكرة من لاعب إلى لاعب بأسرع وأسرع مما كان عليه، لأن هذا هو الستاندرد الحالي الموجود في أوروبا وفي العالم، هكذا تلعب كرة القدم اليوم. وطبعا يجب أن نقوي اللياقة البدنية للكثير من اللاعبين، وأن نعمل في هذا الإطار بجدية أيضا. يعني هل يقارن سيتكا ما بين هذا المنتخب والمنتخب الذي حصل على كأس آسيا 2007، أم أنت لا تعترف بهذه الأمور التاريخية، تعترف بالحاضر فقط والظروف التي يمر بها المنتخب؟ طبعا بهذه المناسبة أريد أن أقول أقدم تحياتي وتهاني الشخصية إلى المنتخب الوطني الذي فاز في بطولة أعتقد في 2007 كانت هذه البطولة، وقد فعل هذا المنتخب ما لا يقدر عليه الآخرون في فعله، لقد قدموا فعلا عملا بطولي. ولكن التطوير يجب أن يستمر، لا يجوز الوقوف ساكنا بعد الحصول على بطولة، ولكن يجب الاستمرار في العمل الدؤوب والتطوير. الآن يعني بالحديث عن هذا الموضوع، وسؤال أخير حتى أنتقل إلى أمر آخر ونختم به هذا اللقاء، يعني الشارع الرياضي العراقي، الرياضيون العراقيون يريدون شيء من سيتكا، تحقيق شيء ما، إنجاز معين، حتى كما ترك بصمة في قطر وفي البحرين يجب أن يترك بصمة في العراق. تمنى من الجماهير كما قلنا أو الجماهير الكروية في الشوارع كما وردت على لسان بعض الصحفيين بأنه سيشاركون هذه الانتصارات وهذه الأفراح التي يتمنوها.
ما الذي يعني ما الذي تعتقده عن بغداد؟ هل يملك سيتكا تصور عن بغداد؟ وهل يتمنى الحضور إلى بغداد ومشاهدة بغداد عن كثب ومشاهدة الجمهور البغدادي؟ في عام 2001 حضرت إلى بغداد ولعبنا هناك أيضا في بغداد، وأنا أعرف مدينة بغداد. بغداد هي قصة في أذهان الألمان، هي واحدة من أجمل قصص الخيال، من قصص ألف ليلة وليلة، بلاد شهرزاد. طيب، يعني بالحديث عن بغداد، سألتك قبل اللقاء هل تحب الأكلات العراقية، هل تناولت أكلات عراقية، هل تعشق الأكل العراقي، وتكلمت عن زيادة الوزن. حينما أتحدث عن الأكلات العراقية وعن المطبخ العراقي، في الحقيقة أشعر بنفسي ثقيلا قد أصبحت، لأنها تدعك تأكلها دون التفكير في زيادة وزنك، وقد ازداد وزني هنا نتيجة هذه الأكلات الطيبة. بالعافية. يعني لو عرض على سيتكا أن يدرب نادي عراقي، هل سيقبل هذا العرض؟ نعم. كلا، لأنني أريد أن أدرب المنتخب الوطني العراقي. يعني لدي الأمل في أن لديك الأمل في أن تكون مدربا للمنتخب العراقي في الفترات القادمة. لقد قلت إليك بأن عقدي يستمر إلى 31 تموز، وسوف أبذل كل ما في وسعي لأداء واجبي الملقى على عاتقي، ولدينا الآن كما تعلم انتخابات، وعلينا فقط أن ننتظر نتيجة هذه الانتخابات ونرى ماذا سيحدث، وليس لدي أي تأثير على ذلك، وهذا أيضا ليس من واجبي، بل هذا واجب المسؤولين على الكرة العراقية في العراق. يعني أخيرا، هل يود سيتكا أن يوجه كلمة للجمهور العراقي بعد المدة التي قضاها مع المنتخب، التي من الممكن أن تكون أكثر فيما لو جدد العقد لسيتكا؟ أتمنى أن نقوم جميعا كأعضاء منتخب فردا بجلب الفرحة للشعب العراقي، وإنني متأكد لو تماسكنا جميعا وبذلنا جميعا الجهود ودعمنا واحدا الآخر، فإننا كما في المجالات الأخرى فإننا سنحقق أفضل النتائج. شكرا جزيلا، شكرا كوتش على هذا الوقت. عفوا، شكرا. إذن مشاهدينا، أشكر لكم أيضا حسن المتابعة على هذا اللقاء الذي كان مع مدرب المنتخب الألماني سيتكا، وأشكر أيضا كادر عمل القناة الرياضية العراقية هنا في أربيل، وأشكر الأخوة الأخ المترجم السيد كار العزاوي الذي كان مترجما لنا بالنسبة للألمانية، وأيضا أشكر السيد أسعد الساعدي، وأيضا أشكر إدارة فندق أولير بلازا التي أتاحت لنا هذا المكان لإجراء هذا اللقاء. أتمنى نلتقيكم في مناسبات أخرى. هذه تحيات كادر العمل. إلى اللقاء.